السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده مهم جدا للناس اللي شغالة في البحث العلمي وللطلبة والباحثين. بيعمل ايه؟ بيكتب الملاحظات، تكتب مقدمة أكاديمية لأي موضوع أنت عايزه، يلخص لك أي نص، يقدر ينشئ المعلومة، يقدر يحول الصور لنصوص. والميزة برضو إن هو بيدعم اللغة العربية، ودي الأسعار بتاعته. تمام، ممكن تبدأ فري بحيث إن أنت تجربه، ولو عجبك تنقل على المستويات الأعلى. طيب انا اقول له تراي، فزي ما شايف هو بيدينا تولز معينه بحيث ان احنا مثلا نكتب ملحوظات معينه، او ان احنا نلخص حاجه، نقدر ناخد اهم النقط اللي موجوده. يقدر عندك صوره معينه وبيشتري لها الوصف بتاعها، هو يقدر يعمل لها الوصف. نوت جنريتور فروم بيكتشر، كل الخدمات دي موجوده في موقع واحد، وإن شاء الله يزودوا الأدوات اللي ممكن تخدم في البحث العلمي. يعني مثلا ممكن تقول له اكتب لي المقدمة، أو تدي له نص وتقول له الخصالي لي، فتقدر تحط له ديسكريبشن وتحط له التايتل وهو يبدأ يكتب المقدمة اللي أنت عايزها للبحث العلمي. يعني على سبيل المثال ممكن تقول له التايتل هوت Getting Started with Storybook Without a JavaScript Framework، ده تكنولوجي، الديسكريبشن، الكيوردز، وتقول له اكتب لي، فيبدأ ان هو يكتب لك اللي انت عايزه.